صباح مش تصباح كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع عفيفة بوكي الجويدة على راديو ميد. موجة تصباح مش تصباح متواصلة معاكم. نرحب فيكم توا دبرة بحذينا ودبرة باش تستنى حاجة صغيرة اليوم تحوجين بها كل نهار اثنين الفقرة اللي برشا ناس تحبها وبرشا نتتبعها، واليوم تحكينا على الميمة والتربية وكلام مزيان برشا في نسمعوا منها أمل بالحوت بليل في اسمع مني. اسمع مني اسمع مني إجا نحكي وعلي ربا، لا جاب من صلبه لا طمع في جيبه يتعبى، كبر وصل وحل ثنية مقنطش من رحمة ربي، وعرف المعنى الأصلي متاع إنساني ربي، والله ينعم على كل من اشتاق ذرية. أسمع مني إجا نحكي وعلي ربا، كون صغار وتعب آمن بكلمة جيل في كل صغيرة تعدى قدامه، حاول يحقق معاه شوية من أحلامه. أسمع مني أرقى وأسمى استثمار في الدنيا، تزرع التربية السوية في الوليد والبنية، تبني شخصية واثقة أقدامها ثابتة، تصنع جيل ما يعرفش المستحيل. اسمع مني